يمكن من خلال ميثاق اخلاقيه المهنه انك تمنع هذه القنوات من الوصول الى المعلومه، انها ما تتعاملش معها. شوف استاذ سفيان، يعني احنا في مداومه المترشح الحر سي عبد المجيد تبون ابوابنا وصدورنا ومفتوحه على الجميع. يعني حتى نكون صرحاء مع بعضنا البعض انه احنا فتحنا الابواب حتى القنوات الاجنبيه. لماذا؟ لانه اليوم لاحظنا ان الظرفيه اللي تمر بها الجزائر، بعض القنوات الاجنبيه مثلا تريد ان تختصر الجزائر اللي هي 2.4 مليون كيلومتر مربع، اللي هي مساحه قاره، تركز كل عملها على ما يحدث في العاصمه، وليس فقط في العاصمه الجزائر وانما في البريد المركزي وساحه اودان. فاحنا قلنا ما دام هذه الظرفيه هذه جات مواتيه جدا لانتخابات 12/12/2019، ففي خلال الحمله الانتخابيه خلال الخرجات الميدانيه لمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لمختلف الولايات في شرق البلد، الغرب البلد، جنوبنا الكبير، قلنا يا الله ناخذ هذه القنوات يعني معنا حد، يعني ربما نخليها تطلع على الوضع في الجزائر عامة وتكون هي حرة في نقل الحدث كما هو، يعني من الميدان ماذا يحصل، لأنه بعض القنوات الأجنبية لاحظنا أنه فيه تركيز على بعض الرافدين للعملية الانتخابية، هذا حقهم، نحن لا نناقش الجزائري الذي يرفض الانتخابات فهو حر في ذلك وله الحق، يعني القانون الجزائري لا يلزم أي جزائري بعدم الانتخاب أو يلزمه بالانتخاب، هذا حق، والدستور الجزائري يضمن الحريات ويضمن الحقوق، فقلنا ربما نساهم بشكل أو بآخر في خدمة بلدنا وخدمة العملية الانتخابية وإنجاح العرس الديمقراطي في 12/12/2019 بنقل هذه القنوات معنا. ف من حيث المبدأ كل القنوات الجزائرية، كل وسائل الإعلام الجزائرية، كل حتى المواقع، يعني هذه ربما سابقة في تاريخ انتخابات الجزائر أن حتى المواقع الجزائرية الإخبارية. نعم المواقع الإخبارية على الرغم من أنها حالة الهشاشة الاقتصادية اللي تعانيها، احنا نعرف هذه الظرفية، هذه حالة الهشاشة الاقتصادية تمر بها القنوات، حالة الهشاشة الاقتصادية والضغوط الاقتصادية اللي تمر بها وسائل الإعلام الوطنية، فقلنا يلا ناخذ يعني على عاتقنا اننا ننقلها معنا، وهذا ليس مزية منا وانما واجبنا الاخلاقي، واجبنا الاعلامي تجاه الاسره الاعلاميه في الجزائر، اننا نتعامل مع الجميع بصدر الرحب وعلى قدم على نفس المسافه من الجميع. قمنا بهذا في خرجتنا الاولى الى اضرار، رغم ان يعني الامكانات اللوجستيكيه في المنطقه في اضرار ضعيفه، كانت ضعيفه من حيث انه ما فيش مؤسسات فندقيه مثلا، انه احنا عملنا المستحيل. الخرجه الثانيه الى بشار، اخذنا تقديم تقريبا نوعا ما نختصر هذه القضيه، معناها ميثاق اخلاقيات الحمله الانتخابيه يلزم جميع الاطراف، يلزم جميع الاطراف ان تتعامل مع كل وسائل الاعلام، نعم، ولكن انتم هل مثلا من يسيء الي في حملتي الانتخابيه ممكن اني اتجنب العمل معه؟ هل هذا يعطيك الحق؟ والله استاذ سفيان يعني بصدق انا اقول لك بانه يعني الذي يسيء لنا هو يسيء لنفسه اولا، يسيء للعمل الانتخابيه ثانيا، يسيء الى الجزائر ثالثا، ويسيء يعني للثقه اللي وضعتها مؤسسات الدولة الجزائرية يعني في 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 كل المؤسسات العالمية. ما فيش منع استاذ عبد الوهاب، ما فيش منع من التنقل معكم في حملة، لا, لا, لا يوجد اي منع، وكل المؤسسات مفتوح الباب لها، وكل المؤسسات العالمية سواء قنوات تلفزيونية، جرائد، وربما نذهب معك بعيد، ربما في الخرجات القادمة سناخذ معنا مؤسسات دولية موجودة في الجزائر، يعني معتمدة موجودة في الجزائر، لتكون شاهد يعني عيان على نقل الحقيقة كما هي من الميدان. نعم استاذ الاخضر مدني، حتى نبقى في ايام الاولى من الحمله الانتخابيه، كنت سالتك على هل تعتبرون بعض التراشق مثلا وذكر حتى ولو تنويه لبعض المترشحين من اخلاقيات العمل السياسي، قلت انه في بعض البلدان يسمح تقريبا القانون او اخلاقيات الحملات الانتخابيه بالذهاب حتى لذكر الاسماء. نتابع تصريح للمترشح الاستاذ عبد القادر بن قرينا ثم نعود، وتقولنا أنت هل تعتبر هذا مثل هذه التصريحات تدخل في إطار النشاط السياسي وفقط؟ ونجبد لك شحال بقيت في مسابقات من الأموال وتتسير في عواصم جزائرية ترمز إلى عواصم راكم تعرفوها، وفي فنانات ومغنيات، والمكاتب اللي جبت عن طريق الفنانات والمغنيات. احنا قلنا بان صندوق النقد الدولي قال
الفساد 30%، وكنا دايرين نقطه جمله اعتراضيه لا محلها لا من الاعراب، ولكن درك نجبدوا لك الملف نتاعك. خذ ولا بعد خذ ولا طلبوا الملف نتاعك ونجبدوه لك ان شاء الله، ونعرفوا شحال عندك من اموال في سويسرا وفي باريس وفي بيروت، ونجبدوها لك ان شاء الله. هذا لف التليفونات، هذه لف الاشارات الاولى، ولكن انت قلتها بان احنا ساهمنا مع العصابه، انت اللي كنت مع العصابه حتى انغرقت السفينه، احنا ما كناش. الحمد لله. احنا ما كناش مع العصابه، احنا نهار اللي جاء رمز العصابه. كيف ترى أستاذ الأخضر المدني مثل هذه التصريحات؟ هو تلميح وليس تصريح. مثلا تلميح لمن؟ هو تلميح عام يتكلم هنا أو عن حملة ضد الفساد لا تستثني أحدا، ونحن في تشخيصنا للوضع العام في الجزائر قلنا بأن الحراك الشعبي المبارك جاء في ظل حكم الفرد في ظل اقتصاد الريع الذي نتج عنه فساد مالي واقتصادي واستبداد سياسي. لذلك هذه من بين أكبر الورشات التي لابد أن تبقى مفتوحة حتى يسترجع الشعب الجزائري حقه في ثروته، يعني كتعبير عن ملف عام الفساد لا يستثني أحدا. يعني مثلا حتى عندما نقول أنه لدينا ملف عليك بهذه الصيغة، لا شوف أي إنسان، أنا نقصد شخص واحد ما نقصدش منظومة. شوف الآن أي إنسان لديه ملف من باب الالتزام الأخلاقي والقانوني لابد أن يبلغ عنه. هذا من ناحية. أنا ننتظر أن يكون فيه تبليغ مثلا على مثل هذه الملفات ربما. نمر إلى موضوعنا اليوم. أستاذ الأخضر مدني الممثل على المترشح لرئاسيات الأستاذ عبد القادر بن قرينة، قبل أن نبدأ موضوعنا واللي خصصناه للتحولات الاجتماعية نتابع هذا التقرير ثم نعود. 1.763 مليار دينار هي قيمة التحويلات الاجتماعية خلال سنة 2019 مقابل 1.760 مليار دينار سنة 2018. فيما بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المسجلة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 حوالي 1.800 مليار دينار. وجهة أموال التحويلات الاجتماعية مخصصة لدعم العائلات، المتقاعدين، الصندوق الوطني للتقاعد، والسياسة العمومية للصحة والسكن. ويعتبر ملف والدعم أحد أبرز الأوراق المهمة التي استغلتها الحكومة السابقة لشراء السلم الاجتماعي تفادياً لأزمات اجتماعية أو أي جدل سياسي من قبل المعارضة داخل قبة البرلمان. الحكومات المتعاقبة اتهمت مراراً بمحاولة تجويع وتفقير الشعب بسلسلة التدابير الضريبية التي تضمنتها قوانين المالية السابقة، سياسة أثقلت كاهل الخزينة العمومية تحت شعار استمرار السياسة الحمائية لسنوات. فما هي برامج المترشحين بخصوص هذا الملف؟ أستاذ الأخضر، ملف شائك ملغم، ملف التحويلات الاجتماعية الذي في الكثير من المرات كنا نسمع عن إعادة ومراجعة هذا الدعم بنمط آخر، يعني دعم وجه الكثير من الحكومة تكلمت وعجزت عن تطبيقه. هل اليوم البرامج المترشحين لرئاسيات 12 ممكن أنها برمجت حل هذه المعضلة التي فشلت فيها حكومات كثيرة؟ 17 مليار دولار كتحويلات اجتماعية مباشرة وقرابة 15 مليار دولار غير مباشرة. نعم. فأولا أنا أبدأ لك يعني القراءة المباشرة لما ورد في نص البرنامج في إصلاح منظومة الدعم ومراجعة التحويلات الاجتماعية، يكون في إطار حوار اقتصادي واجتماعي تتم من خلاله مراجعة مرحلية بمعنى متدرجة لمنظومة الدعم وتحسين مخرجاتها باتجاه الطبقات الهشة وذوي الدخل الضعيف، مع وضع برنامج للتحويلات النقدية المشخصة والمعنونة للتعويض عن فقدان القوة والقدرة الشرائية نتيجة مراجعة هذا الدعم. لابد أن ننطلق في أي شيء عن الواقع اللي راه موجود. المواطن الجزائري لابد أن يعرف بأن التحويلات الاجتماعية تمارس في كل الدول. الإشكال هنا كيف تمارس هذه التحويلات الاجتماعية؟
يعني الرقم على المستوى العالمي يتكلم، البنك الدولي يتكلم على 12.9% من الناتج الداخلي الخام. يعني لما نتكلم في الجزائر بين 9 إلى 14% من مستوى الدعم، يعني هذا شيء طبيعي. لكن شيء غير طبيعي هو كيف يدار هذا الملف باتجاه أنه تكون عنده آثار اجتماعية إيجابية وآثار اقتصادية إيجابية. الوضعية الحالية للدعم، مقسم الدعم إلى جانبين، هناك الدعم المباشر وهذا الذي يمر عبر الميزانية العامة للدولة اللي فيه في 2018 و2019 نتكلموا على 1780 مليار دينار إلى الفئات الستة التي سأتي على ذكرها. ربما هنا حتى يكون المواطن على علم أنه مثلا في هذه الفئات هناك دعم السكن بنسبة 22%، دعم العائلات. المغالطات أحيانا تأتي لما نركز فقط على جانب واحد من جانب التحويلات الاجتماعية ونهمل من الجوانب الأخرى. دعم العائلات 24، يعني ربع التحويلات الاجتماعية. هناك الدعم أو التحويلات الاجتماعية موجهة إلى صندوق التقاعد ودعم الصحة، دعم المجاهدين ودعم الفئات الهشة والضعيفة وذوي الدخل الضعيف. لما نروحه نجد أن المبلغ هو 153 مليار دينار فقط، بمعنى أنه يمثل 8.7%. ترى تقريبا أنه هذا دليل على أنه هذا الدعم لا يتوجه إلى من يحتاجه. هنا ننظر إلى هذا الملف بمقاربة شاملة. أولا عندنا مقاربة الإصلاح، المقاربة الاجتماعية في برنامجنا في رؤيتنا الاقتصادية بناء اقتصاد حر واجتماعي، أحد الركائز تاعه هو الحفاظ على مبدأ اجتماعية الدولة. هذا لا يجب. كيف يمكن أن نحافظ على هذا المبدأ بشح المداخيل وأزمة مالية تمر بها البلاد وتوقعات لمختلف تقارير المالية الدولية اللي تقول أنه هذه السنة ستكون الأضعف من حيث نسبة النمو وقد تكون أضعف من ذلك في السنة المقبلة، معناها 2020 و2021 أصعب مرحلة سيمر بها اقتصاد الجزائر. شوف البرنامج هذا بني على دراسة للخلل الهيكلي للاقتصاد الجزائري، يعني في كل أبعاده، في قضية الميزانيات المضخمة، في بيئة الأعمال غير الجاذبة، في قضية ضعف الإنتاجية، إلى غير ذلك ما هو مفصل البرنامج. وبني كذلك على الوضع الراهن، الوضع القائم. ندرك جيدا لأن نسبة النمو في الجزائر في الفصل الثاني لم تتعدى 0.3%. تقديرات المؤسسات المالية الدولية تتكلم على 1.9% في نهاية 2019، لكن الرقم بعيد عن ذلك، 1.4% في 2018. إذا ندرك جيدا بأن هناك صعوبات كبيرة جدا، رصيد العملة الصعبة 68% في نهاية جوان 2019، ربما 51 مليار في ربما السداسي الأول في 2021 سيكون ناضبا بهذا الريتم. انخفاض أسعار البترول مؤخرا في اليومين الأخيرين، هناك انخفاض تقريبا 3 دولار نتيجة لارتفاع المخزون الأمريكي. هذا الوضع القائم الآن أصبح يدركه الجميع والمواطن أصبح على اطلاع به. لكن نحن نرجع الملف نتاعنا، وهو ملف التحويلات الاجتماعية اللي تمثل 23% من ربع الميزانية العامة للدولة، وتمثل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. إذن هذه لابد أن تراجع في إطار أن المستفيد الأخير منها هو الفئات الضعيفة. أستاذ الأخضر المدني، سنرجع إلى آليات التي ستعتمدونها لتوجيه هذا الدعم. أستاذ عبد الوهاب بكروح، يتفق الجميع أنه في ميزانية الدولة الجزائرية فيه حساب تقريبا نوعا ما غير عادل عندما نتكلم على قضية التحويلات الاجتماعية، 17 مليار دولار كتحويلات مباشرة، تستفيد منها الفئات الهشة بقرابة 8% فقط. معناها هنا نحن ندعم الجميع، وهل يمكن في أي منطق اقتصادي أنك تدعم الجميع؟ هذا هو السؤال. شكرا، أنت وضعت يدك على الجرح. هذا من يعني في الالتزامات 54 في برنامج المترشح سي عبد المجيد تبون، وضعنا يعني دراسة شاملة لآلية الدعم وإشكالية يعني مخرجات الدعم في الجزائر. يعني من يستفيد في نهاية المطاف من الدعم العام؟ يعني لاحظنا أنه 90% من إجمالي الدعم المخصص سنويا يعني منذ 2001 إلى 2018 بلغ 170 مليار دولار. مجموع الدعم التي وجه لمختلف شرائح
الدعم العام كلف الخزينة العامة للبلد 170 مليار دولار خلال 18-19 سنة. 90% هذا المباشر يعني. المباشر نعم. ما نتكلموش على. سأتي إلى الدعم غير مباشر والقطاعات التي تستفاد منه والشرائح التي تستفاد منه أكثر من الأخرى. 90% من هذا الدعم هذا ذهب إلى الطبقة للفوق يعني الطبقة العليا لا تتجاوز 10% من الجزائريين يعني من الأكثر يعني الأكثر هشاشة أو الأكثر حاجة إلى الدعم أو الأكثر فقرا. لماذا؟ لأن النموذج الاجتماعي المطبق في الجزائر يعني غير عادل. الدعم العام مثلا أنت صاحب سيارة دفع رباعي تستهلك في أسبوع خزان بنزين من 60 لتر تستهلكه في الأسبوع، خزان الوقود من 60 لتر يكلف في الجزائر تقريبا 1000 إلى 1200 دينار، تستهلكها في الأسبوع في 4 أسابيع تستهلك 5000 دينار تقريبا. من الدعم العام أنت تأخذ 5000 دينار، ولكن 5000 دينار بالنسبة للمواطن الجزائري لا يملك سيارة ربما يحصل عليها طيلة سنة، لأن الدعم أيضا يشمل الحليب، يشمل الخبز، يشمل المواد الاستهلاكية الواسعة، يشمل الحبوب، يشمل السميد، يشمل الفرينة. فخمسة آلاف دينار يأخذها المواطن الفقير أو الأسرة الفقيرة اللي لا يتجاوز دخلها الأسنمجي يعني الحد الأدنى المضمون في الجزائر اللي هو 18000 دينار، ف طيلة سنة أو سنتين ربما يحصل على 5000 دينار. فهنا في برنامج المترشح الحر لانتخابات 12-12-2019 سي عبد المجيد تبون يعني وضعنا استراتيجية لإصلاح نظام الدعم الذي يضمن لنا أننا الدعم يذهب إلى محتاجيه حقيقة، يعني العائلات والأسر والعوائل الفقيرة أو الهشة يعني نضمن لها الحماية الاجتماعية، نضمن لها العيش بالكرامة، نضمن لها يعني أن تعيش دون الاحتياج مثلا. ما هي الآليات التي من خلالها ممكن أن نصل إلى هذا النمط؟ الآليات اللي وضعها المترشح الحر عبد المجيد تبون هي متعددة. أولا إصلاح نظام الضرائب في الجزائر، نظام ضرائب في الجزائر نظام غير عادل، نظام يخدم الطبقة يخدم الأغنياء، يخدم رجال الأعمال، يخدم الناس اللي عندهم مستويات دخول عالية. أولا. ثانيا يجب إصلاح أنظمة التشغيل في الجزائر، يعني مثلا الولوج إلى سوق العمل غير عادل وغير شفاف في الكثير من الأحيان. لما نصلح نظام الضرائب، نظام الوصول إلى العمل، نظام الوصول إلى سوق العمل، نصلح أيضا يعني آليات الأجور، المنظومة الوطنية للأجور في الجزائر. لما قال المترشح الحر عبد المجيد تبون أننا نلغي الضريبة على الدخل مثلا للأجور اللي يعني تقل عن 30000 دينار في الجزائر، فهذا ربما مطلب معقول جدا. لماذا؟ لأننا لما نوسع الوعاء الضريبي في الجزائر يمكننا أن نغطي التكاليف اللي مثلا أستاذ عبد الوهاب بكروح. البعض يقول أنه في بعض الدول ذهبت هذه الحكومات إلى توجيه الدعم عن طريق ما يعرف بالبطاقية. أنا جايك تكون مثلا هذه البطاقية في برنامج. أنا جايك هذه النقطة مطروحة أيضا، أننا في أدوات إيصال الدعم لمحتاجيه أننا لما نصل مثلا إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية سيصبح الدعم يصل إلى الفقراء والمحتاجين، يصل إلى محتاجيه على الأقل. لما نصلح فعلا المنظومة الوطنية الرعاية الصحية للضمان الاجتماعي للتغطية الصحية للمنظومة التربوية لدعم الأسر والعوائل في المناطق المحتاجة والريفية مثل السكان الأكثر هشاشة، النظام النقل المدرسي، نظام الرعاية في الجامعات، نظام المنح في الجامعات، ستصبح يعني الدعم يصل إلى المحتاجين فعلا. اليوم الدعم للجميع هو هدر للثروة. اليوم مثلا الدعم للجميع معمم على الطاقة، على البنزين، على الوقود، على الكهرباء، على الماء، يعني كل شيء كل شيء مادي وغير مادي، في حتى نعم. دعم غير مادي. فهذا الشيء هذا هو يعني زيادة الغنى لأكثر غناء وربما نعم. دفع
بسحب الفئات الاكثر هشاشه نحو الاسفل من خلال برنامج المترشح الحر سي عبد المجيد تبون الى رئاسيه 12. نحن نريد ان تكون هناك عداله اجتماعيه، نحن نريد ان تكون هناك مبادئ حقيقيه لتورس نوفمبر الذي قال الذي جاء به من اجل تاسيس دوله اجتماعيه في اطار المبادئ الاسلاميه. نعم، استاذ عبد الوهاب بكروح والاستاذ الاخضر مدني، قبل ان نواصل النقاش في الشق الثاني من هذا العدد من عين على الحدث الرئاسيات 12 ديسمبر، فاصل إشهاري ثم نعود للنقاش. السعادة هي أنك تخرج مع فاميلتك.